خالد، صباح النور، كيفك اليوم؟ صباح النور هبة ولسارة ولكل أسرة برنامج صباح النور. ينعاد عليكم إن شاء الله وعلى كل المشاهدين بسنين أفضل يا رب. ينعاد عليك يا رب بكل الخير. يعني خالد، عم نسمع مؤخرا بشكل كبير بأزمة الإمداد أو تعطل سلاسل التوريد العالمية، تأثيرها على المستويات الأسعار. صحيح. تأثير كبير جدا. أيضا ما هي هذه الأزمة المستجدة وكيف تنعكس على الأسعار؟ صحيح، يعني هبة، طبعا تعطل سلاسل الإمداد أو التعطيل في سلاسل الإمداد العالمية هو نقص مستجد طارئ ومؤقت في عرض السلع في كافة أنحاء العالم بشكل عام. طبعا هذا يشمل السلع الزراعية، السلع الغذائية، الملبوسات، الحلي، السيارات، سلع الترفيه وكل ما له علاقة بالإنتاج بالسلع المنتجة. طبعا الأزمة تعود إلى بداية العام 2020، حيث تسببت كورونا بتعطيل أقسام كبيرة من المصانع حول العالم ومؤسسات الإنتاج، إما بسبب النقص في اليد العاملة بسبب إصابة العمال بفيروس كورونا، وإما بسبب الإغلاق الذي كانت تفرضه الحكومات للحد من انتشار هذه الجائحة. طبعا هذا الأمر أدى إلى تراجع بشكل كبير في المعروض من السلع، ونحن كمستهلكين نلمس هذه الظاهرة لمس اليد من خلال عدم توفر الكثير من المنتجات على رفوف المتاجر، سواء كانت هذه المتاجر هي متاجر واقعية أم المتاجر الإلكترونية، أي الشوبينج أونلاين والتسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر المنصات الإلكترونية. طبعا هذا الواقع أرخى بثقله بشكل كبير جدا على مختلف اقتصاديات الدول، خصوصا أنه ترافق من الجهة الأخرى مع إعانات حكومية كبيرة جدا للمواطنين لتخطي هذه الجائحة، سواء كان هذه المعونات من الحكومات أو الصناديق الدولية أو المؤسسات الداعمة، المؤسسات العالمية، الأمر الذي وفر سيولة بين أيدي المواطنين. ونتيجة الحجر وعدم صرف الأموال على الترفيه والسفر والأمور التي كانت عادة تصرف عليها الأموال بشكل كبير جدا، فأن تركز الطلب بشكل كبير على السلع، ونتيجة النقص في العرض فقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير جدا، وهذا ما أدى إلى تأخر في الطلبيات أو في وصول الطلبيات إلى أيام، أسابيع وأحيانا أشهر على مستوى العالم، والأمر الذي خلق هذه المشكلة الكبيرة وكان سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار في العام 2021. الارتفاع سيستمر في العام 2022 وقد أيضا يتخطى 2022 إلى 2023. خالد، بتعرف أنه إضافة للي تحدثت به، أيضا هناك كانت تقارير تتحدث عن نفاد الموارد الطبيعية بالعالم. يعني هذا النفاد كان حذرت منه الكثير من التقارير البيئية والتقارير حتى الصحية بسنوات سابقة، كان مختلف عن هذا العام. يعني نحن أو العام السابق عفوا ب 2021 كان بشهر 5 تقريبا، شهر مايو أيار، كان هناك نفاد لكل منتجات الكرة الأرضية للعام 2021. هذا طبعا مؤشر خطير جدا، ولكن خالد، مختلف التوقعات بتشير إلى أنه ارتفاع الأسعار رح يستمر كما تحدثت الآن أنت بالعام 2022 وحتى العام الذي يليه أيضا. لماذا هذا الإفراط في التشاؤم؟ بما أنه عرفنا وين المشكلة، أليس من الممكن عودة الأسعار لمستوياتها مع توسع عمليات التلقيح، تعافي الاقتصاديات كما تحدثت أنه وضعنا أصبحنا على الجرح؟ يعني صحيح هبة، يعني هذه العوامل قد تخفف اليوم من الإجراءات الحجر العالمية وتعطل المصانع حول العالم التي تنتج هذه السلع، إنما في المقابل هناك مستجدات على أرض الواقع تتعلق أيضا بعاملين أساسيين. العامل الأول هو استمرار ارتفاع أسعار النفط عالمية، وقد شهدنا اليوم مثلا أو في الأمس وصول سعر برميل النفط إلى حوالي 80 دولار بعدما كان قد انخفض إلى أقل من 60 دولار في الفترة الماضية. وطبعا نحن نعلم جيد كم يؤثر أسعار النفط عالميا على كلفة الإنتاج في المصانع وعلى كلفة النقل أو الشحن بين الدول، وهي تسبب أيضا بارتفاع الأسعار. من الجهة الأخرى هناك تغيرات مناخية كبيرة على صعيد العالم حصلت في 2021 والمتوقع أن تستمر في مطلع 2022، وقد أثرت بشكل أساسي على أسعار المواد الأولية
التي تدخل في تصنيع السلع. على سبيل الذكر للحصر طبعا القمح، قد شهد القمح تحديدا تقلص في الانتاج او تراجع في الانتاج نتيجة موجات الجفاف التي ضربت امريكا الجنوبية من جهة، ونتيجة تراجع الانتاج في دول منتجة ومصدرة كتركيا، افغانستان، ايران وغيرها من الدول، الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعاره. نعم. وطبعا القمح يدخل في سلة كبيرة من المواد الغذائية. طبعا هناك ارتفاع في اسعار السكر مثلا بشكل كبير، ايضا نتيجة الجفاف الذي ضرب أمريكا الجنوبية، وتحديدا المحاصيل في البرازيل التي تعتبر المنتج الأول للسكر حول العالم، ما أدى إلى قفز طن السكر فوق ال 512 دولار. نعم. للطن الواحد. من الجهة الأخرى أدت الطوفانات والأمطار الغزيرة في أفريقيا الغربية إلى تراجع محاصيل الكاكاو، مما أدى أيضا إلى ارتفاع سعرها، هذا بالإضافة إلى ارتفاع طبعا أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير وسلة كبيرة من السلع. وأيضا هناك خبر يعني محزن لمحبي القهوة، طبعا سعر البن ارتفع، حيث نتوقع أن يبلغ سعر الكيلو الواحد حوالي 7 دولار مطلع العام 2022، بعدما كان حوالي 4.5 دولار لغاية أيلول أو تشرين العام الماضي. نعم. كل هذه العوامل تؤثر بشكل كبير على مختلف السلة الغذائية وسلة السلع والمواد الغذائية التي يستهلكها المواطنون. نعم، ربما خالد ما تحدثت به من يعني هذا التأثير الكبير لارتفاع درجة حرارة الأرض ربما لمسناه بشكل كبير وواضح. صحيح. جدا في حتى في الدول الأجنبية ربما أكثر منها بالدول العربية، على الرغم أنه اختلاف الطقس بالدول العربية، سقوط الثلوج يعني في مناطق لم نكن نتوقع أن تسقط فيها الثلوج، ولكن صحيح. يعني حتى اللي رح يستمع حديثك الآن ربما يعتقد أنه انعكاس الأسعار أو انعكاس هذه التغيرات على الأسعار ربما يكون أكبر بالدول الأجنبية عنه بالدول العربية، هل هذا صحيح؟ هل ستتأثر الدول العربية بشكل كبير مثل الدول الأجنبية؟ يعني قد يكون تأثرها أكثر هبة. طبعا نحن لاحظنا في الأشهر الماضية نسب التضخم المرتفعة تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا الشمالية، وفي أوروبا وتحديدا في ألمانيا، حيث شهدوا أسعار غير مسبوقة منذ حوالي 40 عام. مشكلتنا في الدول العربية أن نحن مستوردون للتضخم، بحيث بأنه نحن نستورد مجموعة كبيرة من المواد الأولية من الدول. لنعطي مثالا مصر على سبيل المثال، يعني مصر تعتبر المستورد الأول للقمح على مستوى العالم، وقد أبرمت في الفترة الأخيرة اتفاقية لشراء كمية ضخمة جدا من القمح، ونتيجة ارتفاع أسعار القمح طبعا سترتفع مختلف المشتقات التي تصنع من القمح في مصر، وهذا ما لاحظناه أيضا في تخفيف الدعم عن الرغيف في مصر. وأيضا السكر، وهي مستهلكة كبيرة للسكر، وحيث لاحظنا أيضا نتيجة ارتفاع الأسعار تخفيف الدعم عن السكر والقمح في مصر تحديدا. مجموعة الدول العربية تشهد أو شهدت العام الماضي أو نهاية العام الماضي ارتفاعا في الأسعار انعكس في نسب أو مستويات التضخم. على سبيل الذكر مثلا قطر سجلت تضخما بنسبة 6%، العراق بحوالي 7%، مصر بحوالي 6%، تونس 6.5%. نعم. السودان مثلا كان بلغ مستوى ارتفاع الأسعار فيها حوالي 340%. نعم. ولبنان طبعا 200 أو أكثر من 200%. يعني للأسف وإذا كانوا طبعا يعني السودان ولبنان ومحزنة يعني. صحيح. فعلا وتلقي بظلالها على المواطن. صحيح. العربي بشكل أساسي، وخاصة يعني نحن بنعرف أنه دولنا العربية هناك نسب بطالة كبيرة جدا للأسف، وهناك يعني قلة ذات اليد. ولكن صحيح. إذا ما تحدثنا أنا وأنت عن الحلول خالد، ربما أي شخص بيسمعنا الآن بيقول أنه هل أنا في بين إيدي حل أقدر أنه يعني أساهم فيه؟ هل هناك سبل كفيلة بمواجهة المخاطر في القادم من الأيام؟ يعني هبة مع الأسف يعني نحن دورنا كمستهلكين قد نكون الحلقة الأضعف في مواجهة هذه الموجة العالمية من ارتفاع الأسعار، إنما مع هذا قد يصح اليوم اعتماد سياسات أسرية أو سياسات تنظم الإنفاق الفردي بشكل أن تخفف من أثار التضخم على الأسر والعائلات، كأن مثلا نستغني عن استهلاك السلع التي يرتفع سعرها مقابل ازدياد الاستهلاك على السلع التي حافظت على أسعار منخفضة والتي لم يرتفع
سعره. على سبيل المثال مثلا قد يكون ارتفعت بشكل كبير أسعار اللحوم الحمراء، إنما في المقابل أسعار الدجاج والأسماك والمعلبات لم ترتفع بالنسبة نفسها، وبالتالي قد يكون استبدالها أمر يخفف من انعكاس ارتفاع الأسعار على الأسر. كذلك الأمر بالنسبة إلى مجموعة كبيرة من السلع، وطبعا هذا يرتبط بالموازنة الأسرية وكيفية الإنفاق ودراسة يعني مقارنة طبعا الدخل مع الإنفاق. طبعا نحن الحلقة الأضعف كمستهلكين، الدور الأساسي يقع على الحكومات وتحديدا على سياسات المصارف المركزية، حيث هناك اليوم دعوات إلى العودة إلى رفع أسعار الفائدة قليلا، لأن عندما نرفع أسعار الفائدة في المصارف تتشجع العالم على وضع مدخراتها في المصارف وبالتالي عدم إنفاقها، ومن جهة ثانية تنخفض الشهية على أخذ القروض من المصارف. هذا العامل قد يكون مساعد على التخفيف من الطلب وبالتالي التخفيف من ارتفاع الأسعار. وأيضا على الشركات اليوم اعتماد استراتيجيات وإدارة مخاطر مغايرة عن التي كان في الماضي، على أساس أن العالم تغير وسلاسل الإمدادات اليوم تفرض نفسها على مختلف التجارة العالمية. وبالتالي عليهم التحوط لهذه الظاهرة، قد يكون بطلب قبل فترة مسبقة وغيرها الكثير من الأمور التي قد تعتمدها الشركات لمواجهة هذه الارتفاع العالمي في الأسعار. إذن الصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرة، بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات القيمة، كنت معنا مباشرة من بيروت. شكرا هبة.